أبويا تاجر سيارات، وأنا بناء على حب أبويا للسيارات من زمان الحمد لله، من طفولتي بديت أحب السيارات بناء على حب أبويا للسيارات، وهي من اليوم يعني مكمل مسيرته ومكمل مسيرتي إن شاء الله. وحاليا بطور حالي مش بس على موضوع السيارات، حنقل لموضوع الشاحنات المتطورة في جميع وسائل المواصلات، وحنقل لموضوع الطيارات إن شاء الله بعدها، يعني هيك الإشي البطمح له. قطاع غزة بؤرة جغرافية حدودها شغف وطموح وآمال وأحلام شرقية وغربية، يسعى سكانها لا سيما فئة الشباب لتطوير واستغلال قدراتهم التكنولوجية العلمية الفذة رغم تحديات الزمان والمكان التي تثقل كاهلهم. انطلقت الموسيقى وأفسحت العنان لباهي كي يمارس هوايته، واضعا حلم الوصول للعالمية في تصميم السيارات هدفا نصب عينيه. هاي السيارة رسمتها، هي كانت سيارة والدي في 2015 تقريبا. فمنذ نعومة أظافره يهوى اقتناء ألعاب السيارات، يتفحص تفاصيلها الدقيقة، يرسم ويلون ويتخيل، إلى أن اكتشف شغفه بذلك. أنا أخذت اللون الأصفر كبراند شخصي مؤثر في الناس صراحة. كنت درس الألوان بطريقة علمية، فلقيت أنه اللون الأصفر بيوحي للطاقة والإيجابية، ولقيت أنه الإشي بيمثل شخصيتي يعني من خلال علاقاتي في الناس ومن خلال تعاملي مع الناس، وخصوصا أنه أنا بحب دائما أكون مبسوط. فالشركات العالمية وبعض الشركات المعروفة بياخدوا كانوا الشعار اللوجو علامة تجارية براند خاص فيهم، وبأثروا في الناس عن طريق الشعار ومرات عن طريق الألوان. فأنا باني علامة تجارية وعندي لوجو، فحبيت أنا أخذ طريق تانية، مش أأثر في الناس عن طريق اللوجو، لا حبيت أأثر فيهم عن طريق اللون الأصفر، من خلال أنه أنا كل لبسي وكل الأشياء اللي أنا بحبها كنت أختارها أصفر. بلونه الأصفر قرر أن يكون فناناً مغايراً مفعم بالحيوية والنشاط، لا سيما وأن موهبته بالرسم غير مألوفة. سيان لقد اكتسب اسمه من رسوماته ومهنته كمصمم جرافيكي. بدايتي في هذا الموضوع كان عام 2007. كنت أخربش على طاولات المدرسة صراحة، ما كنتش لسه مكتشف موهبتي. من عام 2007 لعام 2010 اكتشفت موهبتي، ولقيت حالي أنه أنا يوم عن يوم بزيد اهتمام في موضوع أنه أنا أرسم سيارات. صرت أرسم سكتشات في 2010. من 2010 ل 2015 تقريبا ضلتني أشتغل على موضوع السكتشات وأطور من حالي. في 2015 رسمت جدارية كانت في مدرسة دليل البرح الثانوية الصناعية، هي المدرسة الصناعية اللي درست فيها مجال الكهرباء السيارات. فيما بعد هي كانت أول جدارية لي. فيما بعد في المرحلة الجامعية من خلال التعلم لمجال الجرافيك ديزاين، رغم أنه أنا مش مستفيد كتير كنت من الموضوع، لقيت حالي أنه أنا بتطور على برامج التصميم، فقررت أنه أنا أنقل كل أسلوب الرسم من السكتشات لأسلوب الديجيتال. فمن خلال دراستي في المرحلة الجامعية كنت أشتغل على حالي وأطور من حالي في برامج التصميم على أساس أنه أنا أطلع بمخرج أحلى للناس. مع تعاقب الأعوام زاد رصيد باهي من الرسومات التي خطها بأنامله اللامعة، رسمة تلو أخرى، الثابت فيهم أن الإبداع حاضر ومستحدث. رسالتي للشباب في قطاع غزة، دائما بسمع جملة أنه قطاع غزة محاصر، قطاع غزة في إحباط، الناس مش ملاقية شغل. لا، في شغل وفي مواهب وفي إبداعات وفي كل حاجة متوفرة عنا، بس الفكرة في عقولنا إحنا وفكرنا إحنا. لو كل واحد بيقدر يشوف نفسه من الاتجاه الإيجابي دائما رح يوصل للي بده إياه، بس فعليا البيئة المحيطة من كثر ما الناس ممكن تحكي حواليه، طبعا هذا الإشي بيرجع لقدرة الإنسان بالأول والآخر، من كثر ما البيئة اللي حواليا ممكن تنتقد الإشي اللي أنا بعمله، وهذا ممكن أنه أنا أتأثر، بس مش معنى أنه أنا أتأثرت أنه أنا أوقف، لا بالعكس، رغم الإحباط اللي حواليا ورغم الكلام اللي أنا بلاقيه حواليا، لا لازم أكمل طريقي ولازم أسعى للتميز دايما، ومرميش كل حاجة على شماعة البلد زي ما بيحكوها. في بيئة عمل مناسبة يستثمر باهي برفقة شباب مبدع وقتهم، فالطموح لا تواضع فيه والأقدار جميلة،
فقط تحتاج لمن يبتسم لها. عندي شركة روزا ديزاينز للتصميم والإعلان والدعاية، بدرب جرافيك ديزاين، وحاليا أدير شركة روزا ديزاينز. أنا خلص الحمد لله طموحي أخذته، لقيت طموح الشباب اللي معايا التيم تبعي، أنا بطمح أني أنا أشوفهم أحسن مني، أنا بطمح أني أشوفهم كمان في مكانة جديدة، لأنه أنا بحلم هلأ يكون في عندي مشروع جديد بشتغل عليه اسمه Palestine Butterfly، فإنهم يكونوا هم فراشات فلسطين سواء شباب أو صبايا. هلقيت إحنا طبعا كنا زمان شغالين على موضوع الشهادات والشغلات هذه، بس هلأ الأكثر بيشتغل على موضوع المهارة، وين موهبتك اشتغل عليها. في عنا كتير هنا بيشتغلوا بشهاداتهم، شهاداتهم أشياء تانية غير شغلانتهم، فكل واحد يدور على موهبته وين موهبته ويآمن فيها ويسعى عليها. كل التيم اللي انت مشوف شايفينه هنا كل واحد بيشتغل في موهبته، ولا واحد بيشتغل في دراسته، لان هي الموهبه اقوى من الشهاده. ضلك اصحى بدري، اول شيء اصحى بدري، حقق حلمك، دائما دور وين شغفك، وين انت حابب تكون وحتكون، وامن فيها، هي اهم شيء. وبذلك نثبت ان قطاع غزه مفعم بالحيويه يضج بعقول فذه، فقط بحاجه لمن يقول لها ان لك شيئا في هذا العالم فقومي. أحمد قنا لوكالة خبر غزة فلسطين.